السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير جميعا بإذن الله. أعتقد أن الصوت واصل لحضراتكم. تمام، شكرا جزيلا، ألف شكر، شكرا لكم جميعا، ألف شكر. طيب اليوم إن شاء الله بنتكلم في اللقاء رقم 8، محاضرة تامة إن شاء الله. وكنا متوقفين أمس عند استراتيجية النمو المكثف. نستكمل لقاءنا إن شاء الله اليوم وناخد الأسئلة، ولو الوقت تبقى بإذن الله بنتحدث في الوقت في الفصل السادس بإذن الله تعالى. طيب جاهزين نستكمل المحاضرة. كنا متوقفين عند استراتيجيات النمو المكثف، وقلنا هنكتفي بإن إحنا نقول استراتيجيات النمو المكثف فقط، وهنعطيكم من باقي الاستراتيجيات اللي هو الاندماجي والنمو المتنوع. طيب استراتيجيات النمو المكثف تتكون تلك الاستراتيجيات من الآتي: 1 استراتيجية غزو واختراق السوق، استراتيجية غزو واختراق السوق، ما بين قوسين اللي هي التغلغل في السوق، لسه ثمر تطوير السوق، لسه المنتج او السوق لسه ان شاء الله. طيب احنا الان بنتكلم في الاستراتيجية الاولى: 1 استراتيجية غزو واختراق السوق اللي هي ما بين قوسين التغلغل في السوق. 2 حيث يمكن للمنظمة، حيث يمكن للمنظمة اتباع تلك الاستراتيجية، اتباع تلك الاستراتيجية من خلال العمل، من خلال العمل على زيادة، من خلال العمل على زيادة مبيعاتها من المنتجات الحالية في الأسواق الحالية، من خلال العمل على زيادة مبيعاتها من المنتجات الحالية في الأسواق الحالية. بمعنى آخر يعني لو استخدمنا المنتجات الحالية في الأسواق الحالية يبقى احنا بنستخدم استراتيجية غزو واختراق الايه؟ السوق. ما احنا قلنا قبل كده ان المنشأة يمكن ان هي تطور او تعمل عملية نمو بطريقتين: الطريقة الأولى انها تحسن المنتجات الحالية او تضيف منتجات جديدة، خلاص؟ طيب احنا لو استخدمنا المنتجات الحالية في الاسواق الحاليه اللي نفس الاسواق اللي احنا بنوزع فيها يبقى احنا كده بنستخدم استراتيجيه التغلغل في الايه؟ في السوق. اتفقنا؟ طيب تعالوا نشوف 2 استراتيجيه تطوير السوق. استراتيجيه تطوير السوق. 2 هل يمكن للمنظمه اتباع تلك الاستراتيجيه، اتباع تلك الاستراتيجيه والعمل على زيادة مبيعاتها من خلال ما يلي، والعمل على زيادة مبيعاتها من خلال ما يلي. ألف توجيه منتجاتها الحالية إلى أسواق جديدة جغرافيا، توجيه منتجاتها الحالية إلى أسواق جديدة جغرافية. ب أن تعمل المنظمة، أن تعمل المنظمة على جذب أنواع جديدة من العملاء، أن تعمل المنظمة على جذب أنواع جديدة من العملاء. جيم أن تعمل المنظمة على بيع منتجاتها، على بيع منتجاتها إلى بعض الهيئات أو المؤسسات، إلى بعض الهيئات أو المؤسسات ذات الصلة، ذات الصلة. طيب دي تطوير السوق، تطوير السوق بنستخدم المنتجات الحالية بس في أسواق جديدة، خلاص؟ بنستخدم نفس المنتجات الحالية في الأسواق إيه؟ جديدة.
أما التغلغل في السوق بنستخدم نفس المنتجات الحالية في نفس الأسواق الحالية. طيب تعالوا نشوف بقى ثلاثة، تطوير المنتج. تطوير المنتج نقطتين، حيث يمكن للمنظمة اتباع تلك الاستراتيجية، اتباع تلك الاستراتيجية والعمل على زيادة مبيعاتها من خلال والعمل على زيادة مبيعاتها من خلال تطوير منتجات جديدة، تطوير منتجات جديدة في الأسواق الحالية، في الأسواق الحالية. خلاص عرفنا. يبقى لما نقول تغلغل في السوق يبقى بنستخدم نفس المنتجات الحالية في الأسواق الحالية. لما نقول تطوير السوق يبقى لما نطور السوق يبقى هناخد أسواق جديدة، يبقى هنستخدم نفس المنتجات الحالية في أسواق جديدة. طب لما نقول تطوير منتج يبقى هندخل بمنتج جديد في نفس الأسواق الحالية. خلاص. طيب بعد كده حالة عملية، والحالة دي مهمة جدا. حالة عملية بعنوان مؤسسة الرحاب، بعنوان مؤسسة الرحاب. نقطتين، مؤسسة الرحاب هي شركة تعمل في القطاع الخاص، هي شركة تعمل في القطاع الخاص وتقوم بإنتاج، وتقوم بإنتاج منتج للأطفال، منتج للأطفال يسمى مسحوق الرحاب، يسمى مسحوق الرحاب. فصلة، وقد بلغت مبيعات المؤسسة، وقد بلغت مبيعات المؤسسة خلال العام الماضي، خلال العام الماضي 1439، خلال العام الماضي 1439 حوالي 5 مليون ريال، حوالي 5 مليون ريال. فصلة، ويفكر مدير المؤسسة، ويفكر مدير المؤسسة في تصدير هذا المنتج، في تصدير هذا المنتج إلى الأسواق المصرية، إلى الأسواق المصرية. المطلوب احنا عندنا 5 مطلوب أو 6 مطلوب، فهناخد بس ايه 3 منهم بس كفاية. خلاص. المطلوب 1، ما هي البيانات، ما هي البيانات التي يجب جمعها، ما هي البيانات التي يجب جمعها عن سوق مصر قبل التصدير إليها، قبل التصدير إليها. المطلوب الثاني 2، هل ترى أن يكون توزيع المنتج، هل ترى أن يكون توزيع المنتج توزيعا شاملا أم توزيعا انتقائيا؟ توزيعا شاملا يعني نأخذ كل مصر ولا نبقي محافظات معينة، أو مثلا منظمات زي السوبر ماركت الكبيرة، زي الصيدليات الكبيرة إلى آخره. يعني هل ترى أن يكون توزيع المنتج توزيعا شاملا أم توزيعا انتقائيا؟ مطلوب الأخير 3، اكتب تقريرا موضحا فيه، اكتب تقريرا موضحا فيه برنامجا تسويقيا، برنامجا تسويقيا لتقديم المنتج الى الاسواق المصرية، لتقديم المنتج الى الاسواق المصرية. طيب تعالوا نشوف المطلوب الاول، المطلوب الاول اللي هي البيانات التي يجب جمعها عن السوق الايه المصرية. طيب سؤال، السوق المصرية دي بيئة داخلية ولا بيئة خارجية بالنسبة للمملكة؟
السكر المصري بيئة داخلية ولا بيئة خارجية؟ يا سلام عليك، تمام، برافو، بيئة خارجية على طول. يبقى سواء في الاختبار مثلا قلت لكم السوق المصرية أو البيئة الخارجية، الاثنين بمعنى إيه؟ الاثنين بمعنى واحد. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص، يبقى البيانات التي يجب جمعها عن السوق المصرية ما بين قوسين كده عشان تبقوا أنتم فاكرينها، اللي هي البيئة الخارجية. ما بين قوسين البيئة الخارجية قبل التصدير إليها. قبل التصدير إليها. نقطتين. حيث يمكن جمع أربعة أنواع من البيانات هي. حيث يمكن جمع أربعة أنواع من البيانات هي. ألف، بيانات عن تعداد المستهلكين. بيانات عن تعداد المستهلكين في مصر. بيانات عن تعداد المستهلكين في مصر. نقطة. وهذه البيانات ثانوية. وهذه البيانات ثانوية، عشان خدنا البيانات الأولية والبيانات الثانوية، فاكرهم؟ طيب، يبقى وقلنا البيانات الأولية هي البيانات اللي احنا بنجمعها بالاستبيان أو بالملاحظة، وبمجرد ما بنستخدمها وننشرها أصبحت إيه؟ بيانات ثانوية. طيب، يبقى نقطة. وهذه البيانات الثانوية يمكن الحصول عليها، من مكاتب الإحصاء في مصر. باء، بيانات عن نسبة المواليد في كل منطقة في مصر. بيانات عن نسبة المواليد، لأن هو المنتج يخص الأطفال الرضع الصغار يعني. بيانات عن نسبة المواليد في كل منطقة في مصر. نقطة. وهذه البيانات أيضا بيانات ثانوية. وهذه بيانات ثانوية أيضا يمكن الحصول عليها، من سجلات وزارة الصحة. طيب، النوع الثالث من البيانات جيم، بيانات عن الشركات المنافسة. التي تعمل في نفس المجال. بيانات عن الشركات المنافسة التي تعمل في نفس المجال، وهي أيضا بيانات ثانوية يمكن الحصول عليها من الغرفة التجارية بمصر. يبقى ألف وباء وجيم، أي بيانات عن تعداد أو نسب بتبقى بيانات ثانوية على طول. خلاص، ونحصل عليها من الأماكن، يا إما من مكتب الإحصاء أو من وزارة الصحة أو من غرفة التجارية. طيب، رقم دال، بيانات، عن أذواق وعادات، المستهلكين في مصر وقدرتهم الشرائية. بيانات عن أذواق وعادات المستهلكين في مصر وقدرتهم الشرائية. نقطة. وهي بيانات أولية. تمام يا سمر. يمكن الحصول عليها من خلال الاستبيانات، اللي هي الاستقصاءات يعني. أو الملاحظة. طيب، ده الإجابة على الإيه؟ السؤال الأول. طيب، الإجابة على السؤال الثاني. كان بيقول يعني هل يفضل إن احنا نوزع توزيع شامل ولا انتقائي؟ طيب، يبقى الاثنين. هل يفضل أن يكون توزيع المنتج توزيعا شاملا أم انتقائيا؟ نقطتين. بناء على ما سبق نرى أن يكون توزيع المنتج انتقائي في البداية. كويس يا محمد، انت وإنان، برافو. انتقائي في البداية بمعنى أن يقتصر على محلات محدودة، مثل الصيدليات
أو السوبر ماركت الكبير مثل الصيدليات أو السوبر ماركت الكبير لفترة محدودة ثم نبدأ بعدها باتباع أسلوب الإيه الشامل يعني نخش واحدة واحدة، ما ندفعش في السوق مرة واحدة. الأول نبدأ انتقائي في بعض الأماكن كده لحد ما الناس يتأكدوا بشروط، يعني هنقول شروط دلوقتي، بعد ما يتأكدوا ونتأكد إن الناس متمسكين بالمنتج بتاعنا وإنه منتج منافس وقوي نبدأ ندخل بالأسلوب الإيه الشامل. طيب ثم نبدأ بعدها باتباع الأسلوب الإيه الشامل، وذلك إذا توافرت الشروط التالية ألف، إذا ثبت أن المنتج قادر على مواجهة المنتجات المنافسة، ده أول شرط عشان نتحول من الانتقائي إلى الشامل، لازم نتأكد أن المنتج بتاعنا قادر أن يواجه المنتجات المنافسة. ألف، إذا ثبت أن المنتج قادر على مواجهة المنتجات المنافسة. باء، إذا ثبت وتأكدنا من ولاء المستهلكين في مصر للمنتج وتمسكهم به يعني لو الشرطين دول اتحققوا يبقى احنا على طول نتحول من التوزيع الانتقائي الى التوزيع الايه الشامل. اذا تاكدنا ان المنتج بتاعنا قادر نواجه المنتجات المنافسه، واذا تاكدنا ان المستهلكين في مصر خلاص بداوا يتمسكوا بالمنتج بتاعنا والطلب عليه كبير. طيب المطلوب الثالث، المطلوب رقم 3 كان بيقول اكتب لنا او قول لنا برنامج تسويقي لتقديم الايه المسحوق. طيب يبقى 3 البرنامج التسويقي، الرابع سوري البرنامج التسويقي لتقديم المنتج الى السوق المصري، طيب رجاء يعني خليكم معايا، يعني المحادثات الجانبيه ما لهاش لازمه، وانا في الاخر مش هغلق في المنتدى، سيبكم شويه تتبادلوا المعلومات اللي انتوا عايزينها. خلاص ماشي، انا هترك المنتدى مش هغلقه الا بعد ايه مع حضراتكم تتبادلوا المعلومات اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. طيب ثلاثه البرنامج التسويقي، نقطتين يتلخص تلك البرنامج في الايه. الف، دراسه المستهلكين. باء، دراسة السوق من حيث ما يلي. واحد، تحديد من هم المنافسون الحاليون والمتوقعون اثنين، تحديد الاستراتيجية التي سوف تتبعها، مؤسسة الرحاب. نقطتين، إذا كانت المؤسسة سوف تتبع استراتيجية، إذا كانت المؤسسة سوف تتبع استراتيجية المرور البطيء فإنه يجب أن تختار مزيج تسويقي مكون من سعر مماثل للمنافسين، يبيعوا بخمسة ريال زيهم، بعشرة، يبقى السعر مماثل للمنافس، سعر منافس للمنافسين، وجودة عالية وترويج مرتفع. يبقى إذا اتبعنا سياسة المرور البطيء يبقى هنا نستخدم مزيج تسويقي مكون من ثلاث حاجات: سعر مماثل للمنافس،
بس جودة أعلى منه وترويج أعلى إيه؟ أعلى منه. طب تعالوا نشوف الاستراتيجية الثانية. لا، إذا اتبعت المؤسسة، إذا اتبعت المؤسسة استراتيجية المرور السريع، يبقى هما نفس الثلاث استراتيجيات، السعر والجودة والترويج، بس في الأولى أخذنا سعر إيه؟ مناسب. لا، هنا هناخد سعر أقل، منخفض، لأن إحنا قادرين على التنافس. يبقى إذا اتبعنا استراتيجية المرور السريع نقطتين، وفيها يجب أن نختار مزيج تسويقي مكون من سعر منخفض عن المنافس، سعر منخفض عن المنافس، وجودة عالية وترويج مرتفع. يبقى الفرق بين استراتيجية المرور البطيء واستراتيجية المرور السريع هو السعر. في المرور البطيء بناخد سعر مماثل للمنافس، أما في المرور السريع بناخد سعر إيه؟ أقل. يعني هنا قادرين على إيه؟ على المنافسة. طيب إحنا كده انتهينا من الفصل الخامس، نبدأ بقى في المرحلة الثانية من المحاضرة، وهي الأسئلة الإيه؟ التطبيقية. وزي ما اتفقنا حضراتكم بتساعدوني في الإجابة. طيب وانتم ممتازين ما شاء الله عليكم. طيب يلا جاهزين نبدأ الأسئلة. يلا توكلنا على الله. السؤال الأول واحد، تتسم البيئة البسيطة والثابتة. واحنا عرفنا بقى امس البيئة البسيطة يعني معناها عدد ايه من المتغيرات، عدد بسيط ولا كبير؟ بسيط. والثابتة عن المتغيرات ايه؟ مستقرة، ما بتتغيرش، ما فيش ديناميكية فيها يعني. طيب تتسم البيئة البسيطة والثابتة بعدد كبير من المتغيرات المستقرة، ينفع كان بعدد كبير ولا بسيط؟ ألف صحيح وباء خطأ. برافو، أيوة كده تمام. يبقى ألف صحيح وباء خطأ، يبقى الإجابة باء خطأ. تمام يا أحلام، مظبوط أنت ومحمد، تمام. طيب السؤال الثاني، تعتبر استراتيجية التكامل الأفقي من استراتيجيات النمو المكثف. استراتيجيات النمو المكثف ينفع استراتيجية النمو المكثف ولا استراتيجية التكامل؟ برافو، ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ، والإجابة إيه؟ خطأ. طيب ثلاثة، زيادة مبيعات الشركة من خلال دخول الأسواق الحالية بالمنتجات الحالية. ركزوا معايا، لما بندخل الأسواق الحالية بالمنتجات الحالية بتسميها إيه؟ غزو أو اختراق السوق. ها؟ طب لما بنخش الأسواق الحالية بمنتجات جديدة بنسميها تطوير السوق، خلاص؟ طب لما نخش منتجات جديدة في أسواق حالية بنسميها تطوير الإيه؟ المنتج، خلاص؟ دول بقى إحنا حفظناهم. طيب زيادة مبيعات الشركة من خلال دخول الأسواق الحالية بالمنتجات الحالية يطلق عليها غزو واختراق السوق. ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ. برافو يا جميل، تمام يا محمد، برافو هيدين، أيوة كده. طيب السؤال الرابع برضو قريب من السؤال الأول شوية، قريب من السؤال رقم واحد. السؤال الرابع بيقول تتحدد ملامح البيئة البسيطة والثابتة في ألف، عدد كبير من المتغيرات. ما اسمها بسيطة ليه لما يبقى عدد كبير؟ طيب ب، عدم ثبات واستقرار المتغيرات. هل عند كل الناس الصوت؟ أعتقد حاجة تخص صالحة، الصوت أعتقد عند الناس كلها كويس. طيب
طيب يبقى باء ما تنفعناش برضه يا سمر، انت وراحت تمام. طيب جيم، درجة كبيرة جدا من عدم التأكد. ازاي بيئة بسيطة وثابتة تبقى درجة كبيرة من عدم التأكد؟ ينفع. طيب دال، عدد محدود من المتغيرات، عدد محدود من المتغيرات ودرجة منخفضة جدا من عدم التأكد. عدد محدود من المتغيرات ودرجة منخفضة جدا من عدم التأكد. برافو عليكم، فعلا الإجابة هي دال، البيئة البسيطة والثابتة من أهم مميزاتها أو خصائصها أن هي عدد صغير من المتغيرات وبالتالي درجة منخفضة جدا من عدم التأكد لأن هي ثابتة. طيب السؤال 5، السؤال الخامس بيقول تتكون استراتيجيات النمو التكاملي أو الاندماجي، تتكون استراتيجيات النمو التكاملي أو الاندماجي من الاستراتيجيات الفرعية التالية، من الاستراتيجيات الفرعية التالية: ألف النمو الأمامي، سوري التكامل الأمامي فصلة والخلفي فصلة والأفقي، التكامل الأمامي فصلة والخلفي فصلة والأفقي. ما شاء الله عليكم هايلين، تمام برافو، الإجابة فعلا هي ألف. طيب نكمل السؤال، التكامل الأمامي والخلفي والأفقي. باء، النمو المتنوع لمواجهة الأزمات، النمو المتنوع لمواجهة الأزمات. باء، التكامل الأفقي للمنتجات، ها للمنتجات خلي بالكم وليس للشركة نفسها، التكامل الأفقي للمنتجات هي تمشي تمشي معنا. طيب دال، دال استراتيجية التكامل مع المنافس، استراتيجية التكامل مع المنافس. تبقى الإجابة إيه؟ تبقى الإجابة برضو ألف زي ما حضراتكم إيه تفضلتم، هي التكامل الأمامي والتكامل الخلفي والتكامل الإيه الأفقي. طيب تمام. 6، السؤال السادس، تتمثل البيانات التي يجب جمعها، تتمثل البيانات التي يجب جمعها عن البيئة الخارجية. فاكرين لما قلت لكم مصر بيئة داخلية ولا خارجية؟ ها؟ طيب هو ده، بدل ما أقول مصر قلت البيئة الإيه؟ الخارجية، خلاص؟ طيب تتمثل البيانات التي يجب جمعها عن البيئة الخارجية قبل التصدير إليها، قبل التصدير إليها في الآتي، قبل التصدير إليها في الآتي: ألف بيانات عن الشركات غير المنافسة في السوق المحلي، المنافسة ولا غير المنافسة؟ بيانات عن الشركات غير المنافسة في السوق المحلي. طيب تمام، أنا موافق. طيب باب، بيانات عن قوة العمل لدى المنافس، بيانات عن قوة العمل لدى المنافس. جيم، بيانات عن تعداد السكان وأذواقهم ودخولهم، بيانات عن تعداد السكان وأذواقهم ودخولهم. تمام برافو عليكم هايلين، ممتاز ممتاز ممتازين. تمام يبقى الإجابة فعلا هي جيم، كلكم ممتازين ما شاء الله. طيب دال، بيانات عن البطالة المقنعة، وأنا ماله من البطالة في الدولة اللي أنا هصدر لها بيانات عن البطالة المقنعة، وبالتالي تبقى الإجابة هي جيم، بيانات عن إيه؟ عن السكان وأذواقهم وعاداتهم إلى آخر. طيب السؤال رقم 7، السؤال السابع بيقول يتكون البرنامج التسويقي، يتكون البرنامج التسويقي لتقديم منتج إلى الأسواق الخارجية في الآتي:
يتكون البرنامج التسويقي لتقديم منتج إلى الأسواق الخارجية من الآتي: ألف، دراسة السوق الموازي، دراسة السوق الموازي لغير المنافسين، لغير المنافسون. ب، دراسة المستهلكين فصل أو الأسواق الخارجية. ب، دراسة المستهلكين فصل والأسواق الخارجية. جيم، دراسة الإمكانيات المادية والبشرية للشركات المصدرة. دراسة الإمكانيات المادية والبشرية للشركات المصدرة. دال، دراسة الأسواق الداخلية. دال، دراسة الأسواق الداخلية. ما شاء الله عليكم، عبر يا محمد، خليها باء زي يسري وأميمة ورزان. تمام، كلكم ممتازين، مصحة جميلة ممتازين، ومرام تمام. فالإجابة هي باء، هي دراسة المستهلكين، زي ما أدرس المستهلكين زي ما خدنا في المطلوب الأول، والأسواق الإيه الخارجية من حيث المنافسة والأسعار وكل شيء. طيب تمام، طيب احنا عند السؤال رقم كام؟ 8 صح كده؟ عند السؤال الثامن مظبوط. طيب السؤال الثامن بيقول، سؤال رقم 8 بيقول: المنظمة يمكنها تحقيق النمو من خلال اتباع السياسات التالية. فاكرين أمس لما قلنا بتحقق النمو من خلال طريقتين اثنين، ها فاكرينهم؟ طيب المنظمة يمكنها تحقيق النمو من خلال اتباع السياسات التالية: ألف، إضافة منتجات حالية في الأسواق الحالية. إضافة منتجات حالية في الأسواق الحالية. ب، تحليل البيئة المحيطة وتوصيفها. ب، تحليل البيئة المحيطة وتوصيفها. ج، اتباع استراتيجية التكامل مع الشركات الأخرى. اتباع استراتيجية التكامل مع الشركات الأخرى. ما تستعجلي يا جميل، اتباع استراتيجية التكامل مع الشركات الايه الأخرى. دال، إضافة منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية. دال، إضافة منتجات جديدة. ما شاء الله عليكم، إضافة منتجات جديدة وتحسين المنتجات الايه الحالية. أيلين، ما شاء الله، هم دول الطريقتين اللي من خلالها بتقدر المنظمة تحقق نمو، يا إما تحسن المنتجات الموجودة القائمة حاليا، أو تشوف بقى منتجات أخرى جديدة وتعمل خط إنتاج جديد وتنتج منتجات جديدة بحيث ما ينتجهاش بأي المنافس. تمام، برافو عليك وهجين. تمام، طيب السؤال التاسع، السؤال التاسع بيقول: يمكن للمنظمة العمل على زيادة مبيعاتها. يمكن للمنظمة العمل على زيادة مبيعاتها من المنتجات الحالية في الأسواق الحالية. خلوا بالكم، منتجات حالية في الأسواق الحالية، منتجات حالية في الأسواق الحالية، ها عندنا ثلاث حالات: منتجات حالية في أسواق حالية، ومنتجات حالية في أسواق جديدة، وأسواق جديدة بمنتجات إيه حالية. دول الثلاث حالات اللي احنا أخذناهم في استراتيجيات النمو المكثف، ثلاث حالات. طيب يمكن للمنظمة العمل على زيادة مبيعاتها من المنتجات الحالية في الأسواق الحالية من خلال العمل على ألف، العمل على تسويق المنتجات في أسواق جديدة. ألف، العمل على تسويق المنتجات في أسواق جديدة. إيه علاقة بالدي؟ مش أي علاقة. طيب ب، الاستيلاء على حصة المنافس في السوق الخارجي. ب، الاستيلاء على حصة المنافس في السوق الايه الخارجي. جيم، اتباع استراتيجية غزو واختراق السوق. جيم، اتباع استراتيجية غزو واختراق السوق. برافو، يا سلام عليكم، ما شاء الله. انتوا كده خلاص، انا فيكم من باقي المحاضرات اللي جاية
انا فيكم المحاضرات اللي هي خلاص انتوا بقيتوا اساتذه في الاداره الاستراتيجيه خلاص. نلغي بقى بقيه المحاضرات، ايه رايكم؟ نلغي بقيه المحاضرات، انتوا مش محتاجين استاذ خلاص، ربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله تستحقوا كل الخير. طيب يبقى فعلا هي ان احنا نتبع استراتيجيه غزو واختراق السوق لو استخدمنا المنتجات الحاليه في الاسواق الايه الحاليه. ربنا يكرمكم جميعا، ربنا يكرمكم جميعا. طيب نكمل السؤال، نكمل السؤال. دال التنبؤ بالمتغيرات البيئيه واتجاهاتها، التنبؤ بالمتغيرات البيئيه واتجاهاتها. الفضل من الله سبحانه وتعالى يا رب، وانتم ممتازين ما شاء الله عليكم، يعني انتم ممتازين ما شاء الله. طيب السؤال قبل الاخير رقم 10، السؤال الاخير قبل الاخير رقم 10، السؤال بيقول الشركه يمكنها الانتقال، احنا قلنا عشان ننتقل من التوزيع الشامل من التوزيع الانتقائي الى التوزيع الشامل لازم يكون في شرطين، ها مش مشكله لو جبت الشرطين كلهم او جبت شرط واحد، ها طيب ماشي ماشي نشوف. شكرا يا عبد الله، ربنا يجزاك خير يا ابني، ربنا يجزاك خير. الشركة يمكنها الانتقال من عملية التوزيع الانتقائي، الشركة يمكنها الانتقال من عملية التوزيع الانتقائي إلى التوزيع الشامل عندما نقطتين، الشركة يمكنها الانتقال من عملية التوزيع الشامل إلى التوزيع الانتقائي عندما نقطتين، ألف نتأكد من خروج المنافسين من السوق، نتأكد ألف نتأكد من خروج المنافسين من الإيه؟ من السوق. طيب باء نتأكد من عدم قدرة المنتج، نتأكد من عدم قدرة المنتج على مواجهة المنافسة، ينفع؟ نتأكد من عدم قدرة المنتج على مواجهة الإيه؟ المنافسة. طيب ما ينفعش. طيب جيم جيم نتأكد من خفض المنافسين للسعر، ده خفض المنافس للسعر يضرني أنا صح ولا خطأ؟ دال جيم نتأكد من خفض الإيه؟ المنافس للسعر. طيب دال نتأكد من ولاء المستهلك للمنتج وتمسكه به، نتأكد من ولاء المستهلك للمنتج وتمسكه به. برافو عليك، برافو خيرين ما شاء الله. فعلا اول ما نتأكد من ان المستهلك متمسك بالمنتج وان المنتج بتاعه مقاوي وقادر ان هو يواجه المنافسين، على طول ننتقل من التوزيع الانتقائي الى التوزيع الايه الشامل عشان نحقق ارباح كبيره. طيب السؤال رقم 11 والاخير في هذا الفصل بيقول اذا لجأت الشركه الى اتباع استراتيجيه المرور السريع، احنا قلنا الفرق بين المرور السريع والمرور البطيء هو السعر، ها السعر. طيب اذا لجأت الشركه الى اتباع استراتيجيه المرور السريع فانه يجب عليها ان تدخل السوق ب نقطتين، اذا لجأت الشركه الى اتباع استراتيجيه المرور السريع فانه يجب عليها ان تدخل السوق ب نقطتين، الف سعر وجودة وترويج، سعر وجودة وترويج أعلى من المنافس، ينفع؟ ينفع يا بيان؟ ما ينفعش. طيب يعني ينفع أن أنا أخش بسعر وجودة وترويج أعلى من المنافس فأخرج من السوق على طول؟ طيب باء سعر وجودة وترويج أقل من المنافس، برضه ما ينفعش، ما ينفعش يا محمد. إزاي سعر أقل من المنافس؟ ماشي، إنما ترويج وجودة أقل هخرج من السوق برضه، ما ينفعش. لازم الجوده والترويج يكونوا اعلى. صح يا لمياء؟ طيب نشوف. جيم سعر وجوده وترويج مساوي للمنافسين. سعر وجوده وترويج مساوي للمنافسين، برضه ما ينفعش. لان الجوده لازم يكون اعلى والترويج يكون اعلى. لو افترضنا ان السعر مساوي ماشي، انما الجوده والترويج لازم يفرقوا. طيب ده سعر منخفض
وجودة وترويج أعلى من المنافس. سعر منخفض وجودة وترويج أعلى من المنافس. سعر منخفض وجودة وترويج أعلى من الإيه؟ من المنافس. ربنا يكرمكم جميعا. فعلا الإجابة هي إيه؟ هي دال. برافو عليكم عيدين. احنا قلنا سعر في منخفض يبقى على طول هنستخدم استراتيجية الإيه؟ المرور السريع. سعر مساوي للمنافس مع ثبات العناصر الأخرى يبقى استراتيجية المرور الإيه؟ البطيء. طيب احنا كده انتهينا من الفصل الخامس تماما. في الدقائق المتبقية هناخد حتى المقدمة بتاعت الفصل السادس عشان نكون جاهزين في المحاضرة اللي جاية، لأن الفصل السادس ده من الموضوعات من الفصول المهمة. فيه مصفوفتين، مصفوفة الملامح التنافسية، مصفوفة تقييم العوامل الخارجية، ودول بقى إن شاء الله كده عاوزين نفهم طريقة المصفوفة دي بتتم إزاي. هتبقى سهلة أو إن شاء الله وتفهموها، وهتبقى إن شاء الله يعني من الموضوعات الكويسة والمهمة. طيب عنوان الفصل السادس، الفصل السادس أدوات تحليل البيئة الخارجية، أدوات تحليل البيئة الخارجية، ما بين قوسين على نفس العنوان، ما بين قوسين مصفوفة الملامح التنافسية، مصفوفة الملامح التنافسية فصلة، ومصفوفة تقييم العوامل الخارجية فصلة، ومصفوفة تقييم العوامل الخارجية. ونغلق القوس. عنوان جميل، عنوان جميل، أساليب وأدوات التنبؤ بالمتغيرات البيئية. عنوان جانبي، أساليب وأدوات التنبؤ بالمتغيرات البيئية. نقطتين، يمكن تقسيم أساليب التنبؤ بالمتغيرات البيئية، يمكن تقسيم أساليب التنبؤ بالمتغيرات البيئية إلى قسمين، هما القسم الأول واحد، القسم الأول واحد أساليب أو أدوات أو وسائل شخصية، ثلاثة بمعنى واحد، سواء قلت أساليب أو وسائل أو أدوات فالثلاثة بمعنى واحد. أنا أترك الثلاثة عشان تبقى أنت عارفين، أساليب أو أدوات أو وسائل شخصية. وأول ما نسمع كلمة شخصية على طول ما تنفعناش، لأن على طول من عيوبها التحيز وعدم الموضوعية على طول، على طول يعني هي حاجة شخصية على طول تحيز وعدم الموضوعية. طيب نقطتين، تعتمد هذه الأساليب على الخبرة والتقدير الشخصي، تعتمد هذه الأساليب على الخبرة والتقدير الشخصي. ومن أهم، ومن أهم عيوبها أنها تعتبر، أنها تعتبر متحيزة، أنها تعتبر متحيزة إلى حد كبير. طيب ده الأسلوب الأولين، عندنا أساليب إيه؟ شخصية. وقلنا الأساليب الشخصية على طول يا رزان على طول تعتمد على الخبرة زي ما حضرتك قلت كده، وبالتالي الخبرة دي على طول بيشوفها الإيه؟ التحيز وعدم الإيه؟ المضغي. طيب الثاني، اثنين أساليب أو أدوات أو وسائل كمية، أساليب أو أدوات أو وسائل كمية. ومن أهم هذه الأساليب ما يلي، ومن أهم هذه الأساليب ما يلي، ألف تحليل الانحدار، ألف تحليل هو أسلوب تحليل الانحدار يعني، ألف أسلوب تحليل الانحدار، باء أسلوب تحليل الاتجاه العام، أسلوب تحليل الاتجاه العام، جيم النماذج الاقتصادية، جيم النماذج الاقتصادية. يبقى عندنا أساليب شخصية وأساليب كمية، وأن الأساليب الكمية أفضل دائما من الأساليب الشخصية، لأن الأساليب الشخصية على طول عدم موضوعية. طيب نقطة من أول السطر،
ويجب أن نلاحظ أن الأساليب السابقة تختلف فيما بينها من حيث المعيار. معلش دقيقة واحدة، أقل من دقيقة، أقل من دقيقة. ويجب أن نلاحظ أن الأساليب السابقة هم الثلاث أساليب النماذج الاقتصادية والانحدار والاتجاه العام. ويجب ملاحظة أن الأساليب السابقة تختلف فيما بينها من حيث نقطتين مفتح قوس التكلفة، من حيث التكلفة فصلة درجة الاستخدام أو الشيوع، درجة الاستخدام أو الشيوع فصلة درجة التعقيد، درجة التعقيد. ونغلق القوس. عنوان جانبي، عنوان جانبي مصفوفة الملامح التنفسية، عنوان جانبي مصفوفة الملامح التنفسية. احنا خدنا لحد العنوان ده، نتوقف عند العنوان ده، وان شاء الله في اللقاء القادم والمحاضرة القادمة الأسبوع الجاي نستكمل ان شاء الله من عند هذا العنوان. يعني احنا واقفين عند مصفوفة الملامح التنفسية، خليكم فاكرين عشان ايه تفكرون يعني ان شاء الله. طيب احنا كده انتهينا من هذا اللقاء، ألقاكم ان شاء الله الأسبوع القادم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.